ثم كانت لك تجربة طويلة، وعايز أقول تجربة جميلة جدا وجيدة في الإعلام المصري. لو سألت حضرتك دلوقتي سؤال عن إعلامنا، عندنا مواطن قوة متعددة في طبيعي. الإعلام المصري، طبيعي. والسؤال ماذا ينقصنا حتى تتضاعف هذه المواطن القوة؟ والله ينقصنا يعني مش كتير. ينقصنا أولا الرؤية والرسالة، تحديد الهدف والمثابرة عليه. يعني احنا عندنا الخبرة وعندنا التاريخ وعندنا العراقة وعندنا البرسونيل، الشخصيات التي تستطيع القيام بأعمال إعلامية جليلة. فأعتقد أنه ده لازم يحدد ويبلور في أهداف واضحة وصريحة، وما يكونش فيه تكرار لأعمال موجودة. يعني التكرار يضعف. يعني لابد أن نأتي دائما بجديد، نأتي بجديد في مجال الإعلام، ولا نخشى أن احنا نعيد هيكلة الأشياء التي مصابة بالشحوم وبالأورام. يعني إذا كانت في أماكن في الهيكل الإعلامي بتاعنا موجودة أصابها العلل، الضعف مثلا، والضعف هنا أو الضعف هناك، ودي يعني موجودة موجودة وواضحة. فالتخلص من الأشياء الزايدة، مواطن الضعف في الإعلام المصري، والتركيز على مواطن القوة للقفز إلى الأمام بالمنظومة الإعلامية. ما أهم مراكز القوة في الإعلام المصري في رأيك؟ مراكز القوة هي طبعا الجوانب الثقافية. يعني الجوانب الثقافية هي الجوهرة التاج. عندنا أولا الثقافة المصرية، جميل ثقافة التعبير متفردة ده. فهذه الثقافة المتفردة هي التي تجذب المتلقي في أي موقع من مواقع الكون، وبالذات في الأماكن الخارجية اللي ما عندهاش مثل هذه الثقافة. كل الناس بيتعلموا ويتربوا على ثقافة، إن ثقافة مصر هي بداية الحضارة الإنسانية. وبالتالي بيبقى فيه شغف للتعرف على هذه الثقافة وهذه الحضارة. وأعتقد إن احنا لما نركز في رسائلنا على هذا الموضوع يبقى احنا بنكسب مكسب كبير جدا، وده طبعا يعني شيء واضح وبارز ويجب ان احنا نلتفت له ونديله العناية الكافية بشكل أكبر. مواطن القوة في الثقافة المصرية، ويعني لو تمت الاستجابة لهذه الدعوة بشكل مكثف، وحنقدم على شاشتنا وعبر إذاعتنا وعبر أيضا وسائلنا الإعلامية الأخرى هذه المواطن الثقافية المهمة. لكن السؤال أيضا، ألا يجب أن نقدم للآخرين الذين لا يعرفون لغتنا هذه الباقات الثقافية؟ طبعا يعني وانا ليا تجربه مع نايل تي في انترناشونال. دي قناه تلفزيونيه ناطقه بالانجليزيه والفرنسيه. الانجليزيه والفرنسيه. وهذه القناه يعني كانت بالنسبه لنا مهمه جدا جدا. طبعا الاعلام الخارجي اعلام صعب. صعب. صعب جدا. انت عشان تقدمي اعلام يسافر إلى أوروبا ويسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنت كمن يبيع المية في حارة السقايين، لأن هم عندهم اكتفاء ذاتي بشكل طبعا واضح. عندهم إعلام يعني يفيض عن حاجتهم، وهم أساتذة الإعلام. إنما إذا ركزنا احنا بقى على ثقافتنا وحضارتنا المصرية في الرسالة اللي نقدمها لهم، اعتقد بيبقى عندهم ميل كبير جدا للتعرف عليها. لكن العمل في ارسال قنوات تلفزيونية قدامه مشكلتين. المشكلة الاولى
هي لوجستية. فهم قعدوا في قبل ما عصر الأقمار الصناعية ينادوا بحرية الحركة والسماوات المفتوحة ويحاسبوا كل واحد بقى ضد السماوات المفتوحة إلى درجة الحرب. يعني حرب واحد زي مختار إمبو اللي كان أمين عام هيئة اليونسكو بسبب هذه المواقف اللي كانت تحاول حماية دول العالم الثالث من السماوات المفتوحة. يعني حتى لا تستقبل كل شيء، حتى لا تستقبل كل شيء، يبقى في نوع من الحظر، الحظر أو المصفى اللي المنع فبدلا من ان هم يسيبوا سماواتهم مفتوحه، هم ضغطوا علشان احنا سماواتنا تبقى مفتوحه وهم قفلوا سماواتهم. قفلوا سماواتهم ازاي يعني؟ قفلوها بطريقه يعني علميه ظريفه جدا. قال لك ان مفيش اطباق كبيره من اللي تستقبل الارسال على الهواء مباشره من الاقمار الصناعيه الى المنازل. فهم هناك خلوا الأطباق بقطر ما يزيدش عن 90 سنتي، وبالتالي لا يمكن لأحد أن هو يقدم لهم رسائل مباشرة من الأقمار الصناعية. يعني استقبالها محدود. استقبال محدود. وبالتالي هم كما فعلا زي ما حضرتك بتقول، كما لو كانوا فعلوا أو صنعوا نوع من الحظر على الاستقبال. حظر كامل. لأنهم بعد كده خلوا الشبكات اللي تقدم في الداخل الأمريكي وفي الداخل الأوروبي، هذه الشبكات يعني ليها رسوم وليها كمان فيتو. القناة اللي ما تعجبهمش، القناة اللي عليها اعتراض إلى أشياء ما تعجبهمش، ما يقبلوش منها أبدا الاشتراك في الشبكات بتاعتهم. والحجة اللي يقول لك ما عندناش مكان في الشبكة. وبالتالي أصبح مفيش قدرة على النفاذ إلى الأسواق ديت إلا من خلال الإذن والتصريح الحكومي والرسمي له. يعني فرضوا رقابة لكنها رقابة مستترة يعني. مستترة بالضبط. فيعني العملية كانت غريبة. طب هذا لم يحدث في بلادنا؟ ما حدث، لم يحدث. إحنا كلنا فتحنا وأصبح الأقمار الصناعية أصبحت يعني جزء من التركيبة الموجودة في كل العالم العربي. ومفهومنا للسماوات المفتوحة اختلف عن المفهوم مثلا الأوروبي أو الأمريكي. بالضبط. يعني كل يعني منطقة أصبحت بتعبر عن إمكانيات وثقافة وقوانين تمنع وتمنح. فللأسف الشديد دي كانت من الحاجات اللي عاقت التبادلات الإعلامية بين المناطق المختلفة. الشيء الثاني في صعوبة الولوج إلى الدول الأجنبية وخصوصا الغرب، الجوانب الثقافية يعني الفهم العميق للعقلية الأوروبية والأمريكية مهم جدا بالنسبة لمن يتصدى للعمل الإعلامي في مراحله التي تقدم إلى يعني جمهور مختلف. مفروض أن أتنافس فيه مع قنوات وإعلام ناضج وإعلام قوي وإعلام له ولاء عند المشاهدين بتوعه.